كان لي لقاء مع سيد الفريق الأول سيرغي شويغو وزير الدفاع فيدرالية روسيا، أبلغته تحية وتقدير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إلى السيد فلاديمير بوتين رئيس فيدرالية روسيا وإلى الشعب الروسي الصديق وقوته المسلحة. ولقد تناولنا خلال هذا اللقاء حالة التعاون العسكري والتقني بين بلدينا وجيشينا، والذي نأمل أن يتواصل بنفس القوة وبنفس الإصرار والعزيمة، ليس فقط من أجل الحفاظ على المستوى الجيد، بل الوصول به إلى درجة امتياز، وحتى يكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا وجيشينا.